بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله راكم بخير خاوتي. اتمنى لكم كل التوفيق والسداد في الامتحانات. بطبيعه الحال الاستاذ صهيب سعودي ان شاء الله مفاجاه جميله جدا، راهو رجع يصور بدا يسجل باش يواصل معكم حتى نهايه السنه. الفيديوهات تاع الفلسفه راح تكون كل يوم خميس ويوم اخر نحدده فيما بعد. الاستاذ صهيب سعودي راح يقدم لكم الفلسفه بشكل بسيط وممتاز، راح يقدمها لكم بشكل تطبيقي ان شاء الله. اغلب القنوات الاخرى يقدموا الفلسفه بشكل نظري، الاستاذ صهيب سعودي راح يقدمها بشكل تطبيقي، يعني كيفاش تبنوا المقال، كيفاش يعني بكل التفاصيل التي تحتاجونها. فقط ابقوا معنا في لاشين في القناه، و يعني تبعوا معنا حتى نهايه السنه، وما تنساوش طلبوا اصحابكم وتجيبوهم باش يستفيدوا ان شاء الله، وديروا الخير في الناس. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.